طب اخي نحن هلأ إذا طلعنا من مدينة حمص سلمناها للشبيحة نحن حنرجع لها؟ بدنا نرجع لها بإذن الله، بدنا نطلع ناكل ونرجع. يعني نحن ما انتصر علينا بحمص غير الجوع؟ بس الجوع، نحن لولا الجوع ما طلعنا من حمص المحاصرة ولا نسلمها لحمص. وهاي كتبتوها أحجار حمص لحمص؟ هاي كتبناها مشان تضل ذكرى حتى بعد، إذا لأنه راجعين كمان بإذن الله، يعني لا النظام ولا غيره ولا شبيحة إيران ولا حزب الله راح يقدروا يخلصونا حمص من إيدينا يعني. طيب الله يقويكم إن شاء الله، الله تفرج عن حمص. السلام عليكم. سلام.